اهلا بكم. السعابين اتكلمنا في موضوع البيئه انه موجوده في كل مكان حتى داخل البيوت. احيانا بتدخل السعابين داخل البيوت عشان حاجتين اساسيه، بتدور على بيئه مناسبه تعيش فيها اللي هو حراره او بروده. لو كان الجو بارد في الخارج بتدخل البيت عشان الحراره او العكس، او بتدور على الاكل في البيت، في فيران، في سحالي، في ابراص، في حشرات، فبتدخل البيت بتدور على الحاجات هذه. كيف نتخلص منها داخل المنازل؟ اتكلمنا في حلقه خاصه عن مواجهه الثعبان، لكن عشان نسوي وقايه للبيت عندنا اشياء كثير ممكن نستخدمها او نسويها. في حاجه اسمها الشيح والحلتيت، هذه عطاره موجوده عند العطار، ريحتها قوية بتشرد الثعابين. ومو هذه بس، ممكن نستخدم أي مبيدات حشرية، أي شيء ريحته قوية بيشرد الثعابين. الشبابيك اللي حوالين البيت ممكن نقفلها بشبك أو بسلك خاص بالحشرات. تحت الباب في الفرشة الخاصة بالقفل تحت البيبان، أو ممكن نحط العتبة الرخام. لو عندنا كراكيب حاطينها تحت السلم او في غرفة مكفولة، نحاول نشيل الكراكيب هذه عشان الثعابين لا تلاقي محل مناسب بالنسبة لها فتقعد فيه. لو بنربي طيور او حمام داخل المنزل ممكن نلاقي ثعابين، فالافضل انه نربي الحاجات هذه خارج المنزل. لو شكينا انه في ثعبان في منطقة ما، ممكن نستخدم الغرق الخاص بالفيران، نحطه على قطعة كرتون ونحطه في الاركان، الثعبان ممكن يلزق فيه. هذه اشياء بسيطة ممكن نسويها. لو لقينا مثلا مكان ممكن الثعبان يدخل منه للبيت، خرم، ماسورة او اي حاجة، نقفلها. الجدار عندنا لو كان خشن الثعبان ممكن يتسلق فيه، ممكن نعمل له طبقة من الياسة او ننعمه باي طريقة من الطرق. الأشياء هذه مهمة تمنع الثعابين إنها تدخل داخل المنزل. طبعا أهم حاجة نقضي على الحشرات وعلى الأبراص وعلى الزواحف اللي موجودة داخل المنزل. لو كان في الجنينة أو الحوش أو الحديقة الخاصة بالمنزل، المفروض أنه نقلب التربة باستمرار. نحاول نغرق الحديقة بالماء لأنه الثعابين ما تحب تغرق زيها زي أي حيوان. نرش مبيدات خاصة بالأشجار بالمزروعات. لو كان المنطقة كبيرة أو صعبة، ممكن نربي قطط، نربي حيوانات تأكل الثعابين. عندنا مثلا القنفذ، القنافذ كلها بتاكل ثعابين. عندنا الورل، ممكن لو كان عندنا منطقة كبيرة ما يسبب خطورة لأحد ممكن نربيه داخل الحديقة. القطط أليفة وتفيدنا في الحكاية هذه. لو كان الموضوع خارج المنزل، مكان مفتوح زي هذا صعب انه الواحد يتحكم فيه، لكن يحاول يقضي على اي مصدر للغذاء، فيران، سحالي، أبراص، يحاول ينظف المنطقة هذه، فبالتالي الثعابين ما حتيجي فيها. عموما الثعابين موجودة في كل مكان، ما فيها الخطورة اللي احنا حاطينها في دماغنا. حتى لو ظهرت داخل المنزل ممكن نتعامل معها، ما عرفنا نتعامل معها ممكن نتصل على ناس متخصصين يجوا يتعاملوا معها بكل بساطة. لكن أهم شيء يكون عندنا خلفية عن الموضوع، نعرف إنه في ثعابين، نعرف كيف نتعامل معها، ونعرف كيف نسوي نوع من الوقاية أو الحماية منها. أتمنى لكم السلامة جميعا، شكرا. أعزائي متابعين اليوتيوب،
لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.